قارب. هاي بالغرافة القطري، كان مدربنا عندنا مدرب لياقة، أول ما رحت بالاستعارة لقطر مدربنا كان نادي الاتحاد اسمه، أي قطري وكنت تلعب بيه أي. انت. أي. شوف معلوماتي شوف. أنت متابع جيد. كان مدربنا برازيلي، فأنا رحت بشهر لعبت لهم كأس يمين وكأس ولي العهد، أخذت بيها هداف البطولتين. صح. فقال لي انت يعني سيم رونالدو البرازيلي. انا ما سامح، لكن انا قلت له مستحيل اوصل. قال لا والله، قال انت لو عدنا بالبرازيل تكون يعني مثل رونالدو. صح مواصفاتك. يعني هو هاي حجاها من شافني قريب جدا عليه، لكن انا شخصيا انا اقول لا، انا بعيد عن رونالدو كثير. هذا تواضع من عندك.